استاذ محمد، من الحاجات برضو اللي بنقعد نتخيلها او نفكر فيها، انت بطبيعه الشركه المتحده للرياضه نفسك تنزل تدعم كل الابطال اللي موجوده في مصر، تمسك لو في مليون واحد انت عايز تدعم المليون، لو في 10 عايز تدعم ال10 مليون، بس ازاي بتقدروا تشوفوا الكفاءات، بتشوفوا الناس البروميسنج او الواعده اللي نقدر ندعمها ونقدر نشتغل عليها انها تعمل انجاز لمصر؟ احنا عامه بندعم الاتحاد المصري او المنتخب المصري. هايل. اللاعبين دي محتاجة طريقة أناليسز أو طريقة تحليل، إنك تشوف اللاعب وتذكره هيعمل إيه وهيوصل لإيه. يمكن دي في المرحلة الجاية بإذن الله هنحاول نخش فيها، بس ممتاز. الأول هو الفريق الذي يمثل اسم مصر في الخارج، فده البلان بتاعنا أو الاتجاه بتاعنا في الشركة المتحدة للرياضة، اللي هم أبطالها هم أبطال مصر. عشان أقدر أجيب له الدعم، هو الدعم مش معنوي، مش مادي، انا اسف، هو الدعم معنوي، الدعم بطولات، ان اعمل له بطولات محليه يقدر الناشئين يطلعوا فيها فيبقى مجهزين للمنتخبات. الاهتمام بالناشئ في رياضه المصارعه، على فكره المصارعه رياضه مشهوره جدا في مصر، طبعا جدا، يعني من ايام افلام زمان وهي المصارعه دي معروفه. ايوه، يعني في عندنا مصارعين، وهو اول ما البني ادم يحس ان هو جسمه كبير شويه يقول لك انا هروح العب مصارعه، ما بيفكرش في لعبه ثانيه، مش عارف ايه اللي هيحصل، بس هو هيلعب مصارعه. بالظبط. ورفع الاثقال برضو رياضه ثانيه، اللي هي الرياضه اللي هي بتاعت كل الشباب عدى عليها، يعني مش مهم يكون عارف يلعبها، بس هو عدى عليها في مرحله من حياته. صحيح. فرياضتين بيدلوا على ثقه بالنفس شديده جدا، كنترول على الجسم شديد جدا، اكل بطريقه معينه، تمرين قوي جدا، لان احنا بننافس فيهم ابطال مخيفين. وهم مثال للشباب عامه، لان هو هتلاقي هو جامد قد ايه، بس هو بيلم طيب جدا وفي حاله جدا. أيوة. مع انه عارف ان هو لو يعني لو حد كلمه مش هيعيش، يعني بالظبط هيخسر الكارير، يعني هيبقى عنده مشكله. متخيل؟ بس فهي بتعلمك ضبط النفس، بتعلمك رياضات. احنا كمتحده في الرياضه بنحاول دلوقتي نوفر مع الاتحادات المعنيه احتكاكات، بطولات، ده دورنا، دعم مع المدربين، ده اللي بنحاول نعمله وهنحاول نعمله في الفتره الجايه باذن الله. عظيم جدا. طيب